بدي أسألك بداية عن مسألة التمديد اليوم للواء عباس إبراهيم، هل برأيك اليوم وبحسب معلوماتك أصبح عدم التمديد هو شبه محسوم للواء عباس إبراهيم؟ لك بهالبلد كل شيء بيصير في صعوبة ما في شك، بس بدي أنا أشرح شغلة كثير مهمة ما حدا عرفها. ولما بيتقاعد الضابط، لما بيتقاعد بيبقى هو 5 سنين بصف الاحتياط، يعني حتى لو تقاعد على سن 58 بيضلوا خاضع لقانون قوى الأمن الداخلي أو لقانون الدفاع أو لقانون الأمن العام. خلال هالخمس سنين حتى ما بيقدر يسافر بدون إذن، لأنه على طول هو موجود، ولو كان متقاعد وعم يقبض معاش تاعه خلال هالخمس سنين بده يضلوا بتصرف القادة الأمنيين اللي تابع هو لألهم. اللي صار مع اللواء إبراهيم أنه هو تقاعد وحولوه للنظام كفى كمدني على رأس المديرية، يعني صار موظف مدني. الموظف المدني بيتقاعد على عمر 64، فإذا صار عمره هو 64 ما بيقدر ولا بأي شكل من الأشكال، لا الحكومة ولا وزير الداخلية بده يتعدل القانون. هلأ ما تعدل القانون لأنه ما صار فيه حضور، ما صار في نصاب، هذه موضوع ثاني، هذا موضوع سياسي انا بتقديري اكثر منه هو. بس عم بتقلي لو حضرتك اليوم وزير داخليه بتقدر تمدد له، او يعني على هذه الثغره اللي عم تتحدث عنها من مساله استدعائه من الاحتياط، يعني هذه النقطه اللي عم بتشير. هو رامز ما بقى هو بالاحتياط، هو قطع الفتره اللي بالاحتياط. صحيح. وبعدين بدي لك اكثر من هيك، انا حكيته للواء ابراهيم. واللواء ابراهيم يرفض اي هيك اعادته الى مركزه بطريقه ملزقه، ما حيقبل. يعني قال لك هو انه اذا بهيت بطريقه مثل عم تقول ملزق حضرتك او بشكل مش قانوني بيرفض اللواء عباس ابراهيم يعني الموضوع. طبيعي يعني ما حيقبل اللواء ابراهيم الشخصيه اللي جمعت الصفه العسكريه والصفه الامنيه والصفه الدبلوماسيه انه ينتهي بانه اخي انا انت مستشاري اليوم كوزير داخليه وبخليك بمركزك، ما حيقبل. بما انك حكيته، يعني هل يشعر اليوم بموضوع انه ترك وحيد اللواء عباس ابراهيم من قبل اذا بدك المرجعيات السياسيه لا سيما الثنائي الشيعي؟ لا بالعكس، مرتاح وما عنده هالعقده. هو بيعرف انه هو وجوده موجود اذا كان مدير امن عام ولا كان برات السلك اذا كان مدني. وانا بتقديري انه رح يلعب دور سياسي كثير مهم وممكن يعمل وزير بكره. طيب رايك بالسياسي، يعني اليوم هل برايك لو كان في رغبه حقيقيه من قبل سواء الرئيس نبيه بري او حزب الله، ما جرى كان التمديد او على الاقل خوض المعركه حتى اللحظه الاخيره للتمديد للواء عباس ابراهيم؟ لك انا مثل ما قريت ومثل ما شفت هلا اللواء، انا حكيت للرئيس بري بموضوع، كمان الرئيس بري انه حابب انه هو يتمدد له بالقانون، وسمعت الوزير باسيل كمان حط انه مفروض يتمدد لكل المديرين العامين. بكل صراحه هلا بالشكل كلهم حابين، بس ما حدا اخذ المعركه جديا وبين الوزير باسيل ما صارت القصه، يعني اخذت طابع سياسي اكثر منه طابع قانوني. اي بس اليوم شفنا، اليوم اذا بدك انت عم تحكي حضرتك عن القانون حضرة الوزير، بس اليوم شفنا بامور سابقه او بسوابق، يعني اذا في رغبه حقيقيه من الاطراف السياسيه بيلاقوا 100 تخريج و100 مخرج. هل في اسباب معينه خلت اليوم في كلام كثير انه الرئيس نبيه بري ما كان في رغبه حقيقيه للتمديد للواء عباس ابراهيم؟ لا بالعكس، انا حكيته للرئيس بري عن جد وابدا كل طب اقله بيعطوا شاهد انه كان في حزب الله وحركه امل مثلا يقاطعوا او يهددوا بمقاطعه جلسه مجلس الوزراء، ما خاضوا هذا الموضوع؟ ما له علاقه، ما بتطلع فش خلق مجلس الوزراء انه ما له علاقه مجلس الوزراء، الموضوع بموضوع مجلس النواب. هو بيعرف اللواء ابراهيم انه مفروض يتعدل هذا القانون، اذا ما تعدل القانون باي حل كيف ما كان ملزق من هون ومن هون ما حيقبل، انا حكيته وقال لي ما رح يقبل. طيب
العميد مروان شربل، خليني اسالك شيء بستفيد من وجودك معنا عميد قبل ما نختم بموضوع الاستحقاق الرئاسي. رايك اليوم خلص فتنا بفراغ طويل اليوم، لانه كان بالبطرة السابقه عم ينحكى انه لا اذار وربيع رئاسي، هل اليوم بما انه يعني اقتربنا من مساله هذه المهل السياسيه كانت المعطاه اصبحنا على دخول بفراغ طويل؟ اي رامز، في عندنا محطه بنمرق فيها او بننتخب رئيس جمهوريه قبل ما يفل حاكم مصرف لبنان، واذا ما انتخبناه كل هالسنه ما في رئيس جمهوريه. اذا ما انتخبناه ما في رئيس جمهوريه ابدا. بدنا ننتخبه، بدنا ننتخب قبل ما يفل حاكم مصرف لبنان. اذا ما قدرنا توصلنا لهالتفاهم هيدا، انا بتقديري ما في رئيس جمهوريه طول هالسنه هيدي، وخاصة عم نقرا بالخير. هلا قد ما يقولوا انه في رئيس جمهورية صناعة الداخل، ايه اوكي صناعة الداخل، بس بده رضا الخارج، اقل رضا الخارج، والا اي رئيس جمهورية بيجي بدون رضا الخارج رح يقطع 6 سنين ونبقى بنفس المشكلة اللي نحن واقعين فيها. طيب ممكن نشهد اليوم، شو اللي ممكن نشهد اذا بدك بالحراك الداخلي شيء يكسر هذا الجمود اليوم؟ هل ممكن نشهد شيء؟ انت بلشت حديثك انه بلبنان كل شيء بيحصل اليوم، ممكن مثل ما حصل بتسويه 2016 بتصير، بس اليوم اللي بيساعدنا اكثر هو تصور مثلا على بكره وزير خارجيه السعوديه بيجي بزور سوريا، يعني هذه بتلاقي الشباب صاروا على المصنع. نعم بتلاقي الشباب صاروا على المصنع، يعني ان شاء الله يا اخي ان شاء الله. نحن شو بدنا وفاق بين كل، يعني بالنهايه اسمها جامعه الدول العربيه، اذا كانت منا جامعتهم كلهم خليهم يلغوها بقى. قلنا له هيك وقتها لابو الغيط للامين العام للجامعه العربيه.